صباح الخيرات من جديد. يعني بالفترة الحالية اللي احنا عم بنعيشها ومع تقلبات الطقس ما بين ارتفاع درجة الحرارة ومن ثم انخفاض وحتى الأجواء الجافة نوعا ما اللي عم بنحس فيها وبنشعر فيها، بالتأكيد هاي الفترة هي تعتبر الفترة للأسف يعني فترة الذروة بالنسبة لتناقل الأمراض سواء للكبار أو حتى للأطفال، لكن احنا دائما اهتمامنا أكثر بأطفالنا نظرا لوجودهم ممكن بالروضات أو حتى بالحضانات، وبالتالي هي فرصة يمكن كتير كبيرة إنهم لا سمح الله يتأثروا بي أو يكونوا أكثر عرضة لالتقاط الفيروسات وغيرها. وبالتالي ما هي أبرز هذه الأمراض التي قد يتعرض لها أطفالنا بهذه الفترة الحالية، وكيف ممكن إحنا ناخد جانب وقائي نوعا ما في تفادي الإصابة، ويمكن أبرز التفاصيل والنصائح الهامة اللي يمكن اليوم إحنا بنفع نوجهها لأمهاتنا ولآبائنا لحتى يكونوا حريصين على صحة أطفالهم. وبالتأكيد هذه التفاصيل حاضر وإيانا مع أخصائية الأطفال الطبيبة اللي دائما إحنا بنكون سعيدين بوجودها وإيانا، دكتور سجى مخلوف. يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا حبيبتي، الله يسعدك. يعني يمكن هذا اللقاء مهما جددنا فيه ولكن دائما له لزومه وله حضوره في كل فتره ما بين الانتقال ما بين ممكن الخريف وحتى الشتاء، لانه بنحس الجو كتير يعني بيكون اكثر عرضه او تعريضا لاطفالنا للاصابه بالامراض. قبل ما نحكي بالوقايه والنصائح بنحكي بابرز الامراض اللي ممكن اليوم يتعرضوا لها اطفالنا باختلاف طبعا فئاتهم العمريه. تمام، يسعد صباحكم جميعا، يسعد صباح المشاهدين. فترة الخريف هي فترة زي ما بحكوها كآبة نبداها، إنها فترة تقلبات طقس، اختلاف درجات حرارة، مرة ارتفاع مرة انخفاض، هذا بحد ذاته بيكون صعب علينا، بيأثر على جهاز المناعة عندنا أكثر من غيره. نعم تمام. ارتفاع الحرارة وانخفاضها بشكل مختلف هو اللي بيأثر. يعني الخريف لسه أمراضه عطل من أمراض الشتاء. نعم. فبالتالي أمراض الجهاز التنفسي هي أبرز الأمراض اللي بنلاقيها هاي الفترة. في كمان أمراض اضطرابات الجهاز البطن، حكوا ستاتنا زمان إنه البرد هو أكبر علة، هو سبب أساس كل علة. فهي تقلبات الطقس بحد ذاتها، مرة شتي مرة صيف مرة خفف مرة زيد أواعي، هي هاي السبب. نعم. أمراض الجهاز التنفسي عنا أولها اللي هي الرشح والزكام، هي أبسط شيء. الانفلونزا، حساسية الزيتون، احنا بموسم زيتون، حساسية الجلد والتقلبات الطقس، الربو وحساسية الصدر، هي ابرز الامراض اللي بنلاقيها هاي الفترة. طب دكتورة هاي الامراض قديش ممكن تعتبر صعوبتها في التعامل معها مقارنة بامراض اخرى؟ يعني هل بنقدر نعتبرها مستواها شوي صعب في علاجها او في التعامل معها؟ شوفي، هو احنا كلياتنا معرضين ان نصاب بالمرض، باي فيروس باي بكتيريا احنا كلياتنا معرضين، بس طبعا تتفاوت طريقه التكيف معه وطريقه الاستجابه او العلاج، يعني مقاومه الجسم للمرض. تمام، فكلياتنا معرضين بس بدرجات متفاوته حسب المناعه، حسب قدره الطفل او الانسان انه يقاوم. طبعا كلياته درجات حسب مناعة الطفل وحسب مناعة الجسم. نعم. طب إذا ما حكينا عن واقع أطفالنا اليوم، لأنه إحنا بنعرف قديش إنه قد ما حاولنا ممكن نعمل وقاية أو نعمل تجنب لهاي الأمراض، لكن يعني اللي ربنا كاتبه أكيد يعني رح يصيب أطفالنا أو يصيبنا. وبالتالي إيش هي أبرز الفرص اللي ممكن تزيد إصابة أطفالنا، خاصة لما نحكي فيما يتعلق بالأمهات العاملات أو اللي بيكونوا هم فعليا بعيدين عن أولادهم؟ بالنسبة للأمهات العاملات طبعا الحضانات وحاليا المدارس وتجمعات الأطفال والصف وهاي الأشياء، المكان اللي فيها تجمعات هي أساس الإصابة للأطفال. وإحنا دائما نعمل حملات توعية للأمهات وللمدارس إنه في هاي الفصل يعني أو في هاي الأجواء إنه كيف نتعامل مع حالات الزكام والرشح، أساليب أو بنحكيها ثقافة الكمامة، ثقافة العطس، الكحة، إنه ثقافة المحرمة حتى إنه لما بدك تكح أو تعطس ابعد وجهك، امسك محرمة، مسح، غسل إيدك. هاي الثقافات لازم الواحد يدير باله عليها. نعم. طب دكتورة فيما يتعلق بفكرة كمان خلينا نقول اللي هو التعامل مع المرض، يعني نفترض إنه إحنا لا سمح الله عندنا طفل تعرض سواء لزكام، تعرض لفيروس، لإنفلونزا، أيا كانت، كيف يكون التعامل السليم معها؟ لأنه أحيانا للأسف بنشوف إنه
ممكن الأهل يعتبروه إشي عرضي، إشي يوم يومين وخلص بينتهي، لكن بيتفاقم بعدها لتفاصيل أصعب. فكيف ممكن إحنا نتعامل مع الحالة المرضية؟ شوفي، هو 70-80% الأمراض الرشوحات والفلونزا وهاي الأشياء بسيطة وممكن علاجها بالمنزل، وممكن إنه يعني الطفل يقاومها وتمشي الأمور تمام حسب كيف دير بال الأهل. في مخفضات حرارة، في التغذية السليمة، إنه نركز على البروتينات، نخفف السكريات، نركز على الخضار والفواكه الموسمية. سبحان الله إنه ربنا كيف هيأ إنه كل فصل من السنة في له فواكه وخضروات خاصة فيه حسب طبيعة الأمراض وحسب طبيعة الحالات الموجودة فيه. فعنا مثلا في الشتاء بتكتر الليمون والحمضيات، فيتامين سي وزنك، فمنركز على التغذية للأطفال. كمان من كثرة السوائل، هاي برضو مهمة جدا، يعني انه بتلاقي الطفل بشربش مية مثلا، او بعوضش الاشياء اللي بيخسرها بالسيلان والرشح او في حالات الإسهال. كمان النوم، ساعات النوم الكافية هاي مهمة ضرورية لزيادة المناعة في الجسم. الابتعاد عن التدخين في البيت، انه التدخين السلبي للأطفال زيه زي التدخين الإيجابي، يعني نحاول الأرجلة والدخان خارج البيت. كمان حاليا في طعومات الإنفلونزا الموجودة في الصيدليات والصحة بقدر انه يستفيدوا منها بشكل كبير، خصوصا الفئات العمرية اللي هم من فوق 6 شهور وأكبر. أنا كنت بدي أتساءل عند هون عند هاي النقطة تحديدا دكتورة، وأسف على المقاطعة، لكن لأنه إحنا بنسمع أحيانا ممكن إنه في إبر ممكن أو طعومات من خلال الإبرة بتعطى للأطفال، نحكي عن الفئة العمرية اللي ممكن ياخدوها وإيش أهميتها، وهل في إلها أضرار؟ لأنه أحيانا بنحكي إنه قديش الجسم ممكن أو إذا تعود خلينا نقول على إبر تطعيم أو على بتعرف إحنا ثقافة أحيانا نتبادل هاي المعلومات وبتصير وكأنها هي معلومات طبية صحيحة أو مصدق عليها، ممكن تأثر ممكن على الجسم أو على مناعته. هو طعومات الإنفلونزا والرشح، حتى في طعومات بوسترات لكورونا يعني في هاي الفترة، مهمة جدا بشكل عام. أي طفل فوق 6 شهور بقدر يأخذها. إحنا بنركز على الأطفال الخدج اللي انولدوا قبل موعدهم، ولادات مبكرة، الأطفال اللي عندهم أمراض قلب منذ الولادة، اللي عندهم أمراض رئوية مزمنة، اللي عندهم كمان أمراض مناعية وكانسر وسي إل، اللي باخدوا كمان أدوية بتثبط المناعة أو الكيماوي سواء كبار أو صغار باخدوا مثبطات للمناعة، هدول كمان بيقدروا ياخدوه. الحوامل مناعتهم بتكون ضعيفة بقدروا ياخدوه، والأطفال بشكل عام أي طفل عنده حساسية ربو بقدر ياخده، حتى الطفل العادي. هي الفكرة من المطعوم إنه مش شرط يمنع نهائيا الإصابة بالفيروس أو الرشح أو المرض، ولكن هو بقلل حدة الأعراض، بقلل الفترة الزمنية اللي بيكون فيها المرض. يعني بدل ما يقعد له المرض أسبوع 10 أيام يقعد له 2-3 بأعراض خفيفة بسيطة محتملة بقدر الجسم يقاومها. والأمراض والأطفال المرضى بشكل عام بتكون أخف برضو عليهم، اللي هم أمراض القلب والسكر وكبار السن، يعني اللي معهم قلب وضغط وسكر هدول بننصح ياخدوه، والكمان اللي هم فوق 60 و65 سنة. نعم دكتورة، في جانب آخر بدي أستفسر حوله، اللي هو موضوع زيارات الطبيب اللي أكيد مهمة لحتى الأهل يطمنوا على طفلهم من ناحية الدرجة اللي ممكن يوصلها، لأنه مثل ما حكيت من شوي أنه أحيانا ممكن للأسف حسب طبيعة الجسم ممكن يتفاقم أعراض هاي الإنفلونزا توصل للقصبات الهوائية، وبالتالي يكون ممكن الموضوع تمام. هي الفكرة أنه أوكي ماشي أنه ممكن تقعد 3-4 أيام ويشفى لحاله، بس في حالات أنه بتتفاقم فيها مثل ما حكيتي، علاماتها أنه يكون في حرارة عالية ما بتنزل بالمخفضات، بيكون في صعوبة في النفس، أهم شيء أنه يكون البيبي أو الطفل أنه بتنفس منيح. مجرد أنه ما بتنفس منيح ما رح يأكل منيح، ما رح يرضى منيح، ما رح ينام بالضبط، بصير في توتر، بصير في انفعال زايد إله ولأهله. فبتيجي الأم على الطوارئ بتقول لك ابني مش عارف ينام،
او انا ما نمتش الليله من ابني، فهذا بحد ذاته بيكون ستريس مؤرق طبعا. للاهل بدي انام. فانه شوفي لي حل انه يعني للطفل. كمان صعوبه التنفس حكينا، في مرات بيكون في علامات الازرقاق اللي هي الشفايف او في الوجه او تحت الاظافر، هي علامات خطره برضه، خاصه اذا ما كانوا لسه بمرحله بيعبروا عن صحيح. هم اللي تحت السنتين وخصوصا تحت السنه اللي هو بيكونوا مصابين بفيروس الار اس في، هذا اللي بيعمل سرعه بالنفس، مع انه النفس بيكون قصير كتير، بيكون الجلد والعضلات في القفص السطري بتدخل لجوا، بيكون في زرقاق، بيكون في حراره، قحه، عطاس، سيلان. هي اهم الاعراض. وغير طبعا انه ما بيرضع منيح، ما بينام، ما بياكل، بيضلوا نايم كسلان غير عادته، هيك بتيجي الام بتحكي. هاي بدها استشاره طبيب، بدها متابعه. كمان اللي بيكون عندهم الاطفال اللي بيكونوا معروفين ان عندهم مثلا امراض عصبيه او عضليه مثل السي بي، الامراض اللي مثل ما حكيت لك عندهم ضعف في المناعه، اللي بيكون عندهم امراض قلب مزمنه او امراض قلب منذ الولاده، يعني حاله خاصه بتكون وضعهم بالضبط انه عندهم او انه هذا الولد معروف انه بصيبه الرشوحات او الانفلونزا 4-5 مرات في فتره الموسم يعني. نعم دكتوره، في كمان اطفال ممكن اللي تصيبهم مش فيروس، حساسيه، بيكون عندهم حساسيه مثل احنا الكبار، وانا يمكن جديد اكتشفت انه ممكن الاطفال عن جد يكون عندهم حساسيه، اللي هي ممكن سيلان او عدم قدره على التنفس في ظل هذا الجو اللي احنا عم نحكي فيه. صحيح. هاي الحساسيه كيف ممكن نحكي عنها ونفسرها، وهل يعني هذا يعني انه هي راح ترافق هذا الطفل حتى مع تقدم العمر او لما يكبر راح يكون ايضا هو معرض لهاي الحساسيه؟ هسه هي فكره الحساسيه من فكره الجو المضطرب والغبره والدخان وتقلبات الحراره، هاي بيئه نشطه للفيروسات والبكتيريا، ف بتعمل حساسيه في الانف، بتعمل حساسيه في العين، بتلاقي العين بتدمع كثير، بتلاقيها حمراء، حساسيه الجيوب الانفيه، بصبح الصبح مخنوق مش قادر يتنفس، في عنده حكه، الحكي في حلقه في أنفه، بتلاقي مثلا بيجي بقولك بشد دانه، مش عارف الولد بضله يخبط على دانه، هي فعلا في حساسية بتأثر على الدان. حساسية الجيوب الأنفية حكينا، حساسية الربو، حساسية الجلد والطفح الجلدي، بيجوا بهذا الفترة كتير عندهم حكي وحمار وطفح جلدي بأشكال مختلفة على الجسم. هاي كلياتها من الجو وتقلبات الغبرة والحرارة يعني. نعم. يمكن الحساسية موضوعها أصعب لأنه يمكن بتتعالج في لها مضادات الهستامين وتبعدي مثلا احنا كثير بنهتم هاي الفتره بالطقس، بنتبع الارصاد الجويه. ف يعني في اذا جو خمسيني او جو درجه حراره زياده بدنا نراعي اللبس، نراعي مثلا اذا انا مش مضطره على الطلعه ما اطلعش، اذا انا قاعده بالبيت وابني بيروح على الروضه يعني مش ضروري يروح على الروضه، اذا ابني مريض مش ضروري اوديه خالط لاولادي يعديهم. في كثير اشياء ممكن ان نتجنبها في هذا الموسم وهي الجو. نعم، احنا ان شاء الله دائما بنتمنى انه يكونوا اطفالنا بصحه وعافيه، ويعطيكم الف عافيه لانه اكيد هاي الفتره بتشوفوا كثير حالات نظرا لحاله الطقس وحاله الجو. وبالتاكيد نشكرك جزيل الشكر طبيبه الاطفال والاخصائيه دكتور سجى مخلوف على كل هاي التفاصيل، ويعطيكم الف عافيه. عافيك، يسعدك يا رب، يسعدك. ان شاء الله دائما بتكونوا بصحه وعافيه، واكيد في هناك هلا فرصه ايضا لتناول كل المغذيات ولكل التفاصيل الهامه اللي مليانه فيتامينات طبيعيه ممكن ناخذها من مصادرها الطبيعيه، بالتأكيد دائما بتضل أفضل وأفيد من الأدوية أو الفيتامينز اللي احنا ممكن ناخدهم بصورة مصنعة، وبالتالي دوام الصحة والعافية بنتمناها لكم مشاهدينا الكرام. احنا مكملين وإياكم، وماذا عن الواقع الاقتصادي الصعب الذي نشهده، وهل هناك مفاجآت في الأيام القادمة في حال استمر هذا الحال على حاله، وما هي أبرز هذه المؤشرات؟ التفاصيل ستكون حاضرة وإيانا بعد هذا الفاصل. هذا البرنامج برعاية سينيورا عشرة عمر.